يسعد صباحكم عن جديد، وهلا وصلنا لأولى فقراتنا لليوم لنحكي فيها عن مشكلات الخوف عند الأطفال اللي بتؤدي لصعوبات التعلم. وطبعا هاي الصعوبات لها كتير أنواع، بالإضافة لأنه مشكلة الخوف بتتداخل بكتير مشاكل للطفل، بتسبب له ممكن انطوائية، ممكن يرفض أنه يروح على المدرسة أو قيامه بأنشطته اليومية، وبالإضافة لالتصاقه بوالديه بيرفض يطلع يلعب أو يتعرف على رفقات جداد. يا هايدي، أكيد يا ليلى، يعني بتتعدد اليوم صحيح. مخاوف الأطفال وتحديداً من السنوات الأولى من عمرهم. هاي المخاوف ممكن تكون من كل شيء جديد، من كل شيء غريب، ربما لأسباب تربوية أو أسباب اجتماعية أو بسبب البيئة المحيطة. وحكت يعني ليلى أنه اليوم من هذا الخوف ممكن يأثر اليوم على المستوى التعليمي، على التحصيل الدراسي للأطفال، ممكن يأثر على طريقة الكتابة، على القراءة، على تواصله مع الأشخاص اللي حواليه. لكن مشاهدينا، ضمن فقرتنا التربوية الأولى رح نحكي عن مشكلة صعوبات التعلم، كيف ممكن نشخصها وكيف ممكن نعالجها، وشو الطرق والأساليب الجديدة اللي ممكن نتبعها اليوم لتحفيز الطلاب على المدرسة والدراسة. تفاصيل كثيرة واستفسارات رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم إيمان رشوان، اختصاصية تربوية. يسعد صباحك أستاذة. صباحك يا أهلا وسهلا. صباحك وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا يعني نحكي، نعرف الخوف. طبعا هو الخوف أساسه بيسبب مشكلات كثيرة بالنسبة للأطفال، سواء بالتعلم أو بأمور حياتهم الثانية. خلينا نعرف الخوف. الخوف هو شعور اضطراب بيتعرض له الولد من خوفه من أي شيء جديد حواليه. بيخاف مثلا هو ولد جديد، امه وابوه حواليه، فهو مأمن بأبوه وامه، أي شيء جديد رح يشوفه هو رح يخاف منه. بس يعني بدي أحكي لك مثلا العتمة بخاف منها، لفرض حيوان جديد مو ما شايفه قبل لا خايف منه. فنحن بدنا نحاول قدر الإمكان نكون مأمنين له الجو لحتى إنه ما يخاف الطفل من هذا الشيء. بدنا نحسنه نحسسه بالأمان، نحسسه بالطمأنين إنه هذا الشيء ما رح يخوفك، هذا الشيء بالعكس لازم أنت تكون أقوى، لازم تكون أفضل من هيك. إنه بحس يعني خاف من العتمة، بروح أنا وياه على غرفة مظلمة، بحاولك بس أنا وياه الضوء، أشعل المصباح تاني مرة، هو لا لازم يشعله، بكون أنا مسانده، بكون أنا بجنبه. يعني شوي شوي لازم نتخطى هذا الخوف. هو شعور من الصغر بيكون مولود معه، ونحن شوي شوي لازم نتخلص من هذا الخوف. صحيح. بعد ما تعرفنا من حضرتك عن مفهوم الخوف كمقدمة بسيطة، وقبل ما ننتقل لمحور موضوعنا صعوبات التعلم، خلينا بس هيك نوضح شوي عن الأعراض أو الدلالات اللي ممكن تظهر عند الأطفال بما يتعلق بالخوف. اليوم بتلاقي كثير من الأطفال بيكبتوا جواتهم، ما بيبين عليهم أنه هم خايفين أو عندهم مشكلة، وخصوصا عم نحكي عن مشكلة تعليم دراسي. فاليوم نحن شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر عند أطفالنا وأنا لازم لاحظها من عمر صغير؟ تمام. هلأ من عمر صغير فيك تلاحظي بالبكاء، فيك مثلا الولد اللي بيخاف التوتر، بتلاحظي مثلا عنده الانعزال، ما بقى يحب يشارك حدا باللعب، ما بقى يحب يطلع لبرا لحاله إلا بمرافقة والده ووالدته. عندك مثلا بتحسي لو راح يعني ما بحب يروح يتخطى خطوة جديدة لحاله إلا تكون أمه أو أبوه معه، يكون الأشخاص المقربين بجنبه. الخوف مثلا بيتولد فيك تقولي يعني لما بده ينتقل من مرحلة لمرحلة، من مرحلة لما كان هو مع أمه وأبوه لمرحلة دخوله للروضة. هاي المرحلة كتير صعبة وكتير بيلاقي الولد فيها معاناة. نحن بنتجاوزها بعدة وسائل، إما مساعدته مع الأم، يعني الأم بتساعده وبتسانده، والمعلمة كمان بيكون إلى دور بهذا الشيء. أكيد. خلينا نحكي شوي عن صعوبات التعلم. يعني بداية دخل الطفل مثل ما ذكرتي أنه مرحلة الروضة أو الصف الأول المدرسة، في أطفال فوراً على تماماً. هون يمكن بتكون هاي المرحلة أصعب، لسه أصعب من الروضة. مرحلة الروضة هي تهيئة، هي نصها للعب ونصها للدراسة، يعني رح يكون معه مجال كتير أنه مثل وضع البيت ليندمج برفقات جداد، مثل وضع البيت ليتعلم. تماماً. أما مرحلة الابتدائي مثل ما عم تقولي هي أصعب، لأنه ما في أي وقت يعني وقت جزء بسيط من اللعب، اما بالروضه رح يكون معه مجال اوسع، رح يكون مثل تمهد اكثر يعني لل صحيح. خلينا نبلش عن صعوبات التعلم، دمج التقنيات بالتعليم، كيف شو هي اثاره على الاطفال خصوصا ذوي صعوبات التعلم؟ هلا صعوبات التعلم هو التحديات اللي بيواجهها الطفل
أثناء تلقي المعلومة عنده صعوبات التعلم بتكون على عدة مراحل، إما عقلية وإما جسدية. بتكون للعقلية مرض كالسمع، يعني الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، عندك التوحد مثلا. الجسدية عفوا العقلية الاضطرابات العقلية، الجسدية إعاقة السمع، إعاقة البصر. بنجي كمان أشخاص سويين عندهم مشاكل بالفهم، بالإدراك، بالتفكير. أسبابها هي بتكون متعددة، منه الخوف تجي كمان، إنه من خوف مثلا إنه أنا ما رح أعرف أكتب، أنا ما رح أعرف أقرأ، هي جزء منه. الطفل لما بيتلقى المعلومة وبيخاف إنه ما يعرف يتصرف مثلا يكتبها أو إنه يقرأها أو يلفظها، فهذا الشيء بيسبب له صعوبة كمان. نحن هون بدنا نحاول إنه نكون معه يدا بيد، نساعده من الأم والمعلمة والمجتمع كله يكون مساعده ومساهم بهذا الشيء. أكيد حد الصعوبات. صحيح، ويمكن اليوم أكثر شيء بيشغل بال الأهالي وتحديدا إذا فينا نقول الأمهات، لما يجي وقت الفحص لأطفالهم هون بتلاقي الاستنفار الكامل. بتلاقي بتصير تقول لأبنها خلص لازم تدرس، لازم تنجح، بيصير حتى في مقارنات اليوم. طيب خلينا نحكي عن أهمية التحفيز والتشجيع والدعم من قبل الأهالي اليوم لحتى يتخطى هذا الطفل الامتحان بنجاح بدون خوف وتوتر. ما هو أول شغلة لازم ما نقارن طفل مع طفل آخر. القدرات هي كل إنسان عنده قدرة، كل إنسان عنده قدرة. فأنا لما بدي أقارن ابني مع رفيقه اللي أحسن منه أنا بكون عم بأذي له نفسيته. فهي لازم نبتعد عنها قدر الإمكان. أنا لازم أمن الجو المناسب لابني لما بدي يكون رح يصير وقت المذاكرة. لازم بلش هيئ له الوضع، لازم بلش هيئ له دراسيا وابدا معه انا اول باول. لما انا بكون معه من البدايه مثلا، انا عم بيجي ابني عم جهز له الجو الهادي وعم بكون معه ايد بايد وعم بدرسه وعم بشوف اخطائه وهو عم يصحح اخطائه بايده، فهو رح يكون اكيد هذا الشيء رح يساعده بالدراسه أكيد. وبالتذكير. وباخذ معه دور، انا التلميذ وانت الاستاذ، علمني، حفظني، خليني اسمع لك، سمع لي. لما بكون انا وياه ايد بايد اكيد هذا الشيء رح يكون كثير منيح معه بالمذاكره. وبرجع باكد على انه الام لا لازم تقارن ابدا بينه وبين رفقاته، ابدا ابدا، حتى بينه وبين اخواته، بينه وبين اخواته، لان كل طفل له مستويات. طبعا خلينا نرجع نركز على نقطة أساسية. نحن حكينا أنه صعوبات التعلم يمكن ترتبط بسبب كتير أنه اللي هي الخوف. كيف من شو بيخاف الطفل؟ كيف الأهالي لازم يلاحظوا؟ هل هالشي بيرجع سبب خوف الأهل الزايد على ابنهم أنه ممكن هو يصير يخاف من أي شيء؟ أكيد. ما أنت لما رح تيجي ابنك هو مثلا عمل مذاكرة وجاب لك علامة سيئة، فانت الام احيانا بتتوتر انه انا درستك، انا تعبت عليك، انت ليش جبت لي علامه مو منيحه، انت ليش هيك. فنحن عم ناثر بنفسيته. لما هو الطفل غلط اول مره رح يرجع يكرر الغلط لانه امه كثير شدت عليه وامه كثير كانت قاسيه عليه. يعني الخوف ممكن فهو رح يخاف من امه انه رح ترجع امي تعاقبني. رح بالعكس لازم انت تبسطي الامر لابنك وتقولي له بسيطه، هالمره اخطات، المره الثانيه ما رح تخطئ. بالعكس العبارات التحفيز اللي عند الام لازم، انت لا انت احسن من هيك، انت لازم تكون اشطر، انت لازم تكون بالمره الثانيه جبت علامه اعلى، رح تكون درست منيح. الأم نوعا ما هي اللي بتشجع ابنها، الأسرة هي اللي بتشجع كمان الطفل على هذا الشيء. تمام. وكل طفل اليوم عنده طريقة أو أسلوب بيتبع بالدراسة. بتلاقي اليوم نسبة من الطلاب بتدرس لوقت كتير طويل بتلاقي تحصيلها العلمي ضعيف، بينما بنفس الوقت بتلاقي أشخاص بيدرسوا مثلا ممكن ساعة باليوم تلاقي تحصيلهم دراسي عالي. هذا دليل أنه قدرات وميول لكل طالب. طيب في عنا اليوم طرق للدراسة أساسية ممكن يتبعوها الطفلين اليوم من هذا المستوى من الذكاء، أو شو هي الطرق المناسبة لحتى الأطفال أو الطلاب اليوم يتبعوا طرق مناسبة للدراسة؟ تمام. هلأ فيكي مثلا أول شغلة، الولد ما لازم يدرس لفترات كتير طويلة. عندنا كل 20 دقيقة، كل نص ساعة لازم نعطيه فترة راحة، لازم نعطيه جزء من القسط من الراحة، يلعب، ينبسط، يتسلى، يروح يجي، يغير جو مثلا بس الجوال، لأنه متى ما مسك الجوال فورا بتحسي إنه خلص انفصل، ما بقى بده يدرس أبدا. فالوقت الطويل للدراسة هو مو كتير صح، لأنه رح يتعب جسمه، رح تتخربط المعلومات اللي هو تعلمها.
بالوقت اللي عطيناه نحن الراحة، العقل هو خزن المعلومات على مهل، رح ياخذ قسط من الراحة، رح يلعب، رح يتسلى، رح يغير جو، بيرجع للدراسة نشيط ومستمتع فيها، ورح يدرس أكثر وأكثر. يعني بتحسي هو عنده صار رغبة أكثر لأنه يتعلم تمام. من قبل تمام. طب نحن ايمتى بنكتشف انه هذا الطفل عنده صعوبات تعلم، او كيف فينا نميز بين الطفل الصحيح جسديا وعقليا وبين الطفل اللي عنده مشاكل ثانيه؟ هلا من البدايه هو بالمشاكل العقليه بتبين من الصغر، والمشاكل الجسديه كمان من الصغر، بس مشاكل الادراك والتفكير هي مع الاستمرار اول دخوله للمدرسه، لما رح يكون تفاعله مع الانسه اقل من تفاعل رفقاته رح يبين معنا، لما يكون قاعد ومتشتت او شارد باي شيء كمان هذا الشيء رح يدلنا عليه. تمام. وبما انه عم نحكي عن المدرسه اليوم استاذه ايمان، بتلاقي اهالينا ايام زمان كانوا على طول كل فتره يروحوا على المدرسه يسالوا عنا، يسالوا اذا في صعوبات بالتعلم، في مشاكل معينه. هلا بتلاحظي يمكن خفت هي الثقافه، تراجعت اليوم. قد ايه مهم الاهالي كل فتره يروحوا يسالوا الاساتذه المشرفين على طلابهم، يعرفوا مستواهم الدراسي، يعرفوا هنن شو عم بيعانوا كرمال يمكن يلحقوا الطفل او الطالب من بدايه مرحله الدراسه؟ ما عم تقولي حضرتك انه التواصل بين الام والمدرسة هي كتير مهم، هذا جزء كتير مهم. لما الام بتروح بتشوف المشاكل اللي عم تصير مع طفلة، لما بتروح بتستنتج بجوز تلاقي حلول اسرع، بجوز تكون هي باول الطريق، مثلا في عنده مشكلة مع رفقاته عم يرفض يروح على المدرسة ويرفض يدرس مشان رفقاته، مثل ما حكينا انه في مقارنات، فبجوز الانسه تكون مثلا عم تقارن طفل على حساب طفل تماما آخر. قديش هذا فهي ما بيسبب مشاكل، هذا كثير رح يسبب هي المشاكل. فلما الام بتستنتج هي القصه بجوز هي تلاقي لها حلول بالبيت، بجوز تتساعد مع المرشده النفسيه اللي بالمدرسه وتلاقي حلول لهي القصه. فمن البدايه والتواصل مع الام كثير، التواصل الام مع المدرسه كثير ضروري لهذا الشيء. تمام. خلينا نرجع نركز على دور المدرسه، قديش دور المدرسه كثير مهم، لانه الولد بيقضي وقت طويل بالمدرسه، ممكن احيانا مثل ما ذكرنا شوي من شوي انه بتكون شخصيته شويه ضعيفه، ممكن ما يروح يحكي لاهله الشيء اللي عم يصير معه، احيانا بجوز الاهالي ما ينتبهوا انه خلص انه هذا مستوى الدراسي، بس بيتعرض يمكن احيانا لتوبيخ سواء من المعلمه او من رفقاته انه انت غبي انت، هذا الشيء قديش بده يسبب له مشاكل نفسيه. فكيف انه هون دور المدرس انه يتعامل مع هذا الطالب على حسب مستوى، يدرج معه شوي شوي لحتى ما تتفاقم الحاله اللي هو عم يعيشها. هلا نحن المفروض الانسه، يعني انا من نظري انا انه بحب الانسه خلص انه الطلاب لو كان هذا ضعيف لو كان هذا احسن كلياتهم مستوى واحد. انت بدك تاسسي طفل جديد، يعني بدك تعطي تاسسي مجتمع كامل، فانت بدك تعطي ما بدك تعطي فروقات بين صحيح. الاطفال، الطفل الضعيف لازم نشجعه، لازم نرغبه بالتعليم، لازم يكون كثير عليه تعب مثل الطفل الممتاز. الطفل اللي شاغل مع الانسه وماشي ماشي على ما في احلى من هيك، بس الطفل الضعيف لازم نشجعه شوي، لازم نعطيه شويه اهتمام زياده صحيح. لحتى يكونوا كل الطلاب على نفس المستوى. اكيد. وصرنا بعصر اليوم بتلاقي كثير من الاطفال بيمسكوا موبايلاتهم اكثر ما بيمسكوا كتبهم الدراسيه، بتلاقي حتى كمان الاهالي بيتبعوا الاسلوب هذا الصارم من بدايه الدراسه انه خلص ممنوع الموبايل ممنوع الكمبيوترات. طيب هذا الطفل بوقت الفراغ كيف ممكن يستغل هذا الوقت بشيء مثمر له؟ ممكن يسجل بأنشطة معينة تفيده لجانب دراسته؟ هلا التقنيات اللي دخلت كتير مفيدة وكتير إلها أشياء منيحة، فنحن لازم نحفز هذا الشيء، نعطي للطفل إنه مثلاً أنت مسموح لك بس على برامج مفيدة بمراقبة الأم طبعاً أو الأب، لأنه البرامج التعليمية والتربوية كتير عم تفيد، شيء ملموس شيء مسموع، فأنا عم بشغل حاستين عنده السمع والبصر عم يركز هذا الشيء، بس طبعاً بأشياء مفيدة ضمن منهاجه الدراسي. أما أعطي الجوال للولد وقل له تفضل خذ جوالك وروح العاب، روح اللي بدك تساويها، وما في رقابة، فهي رح تعطي سلبيات للطفل، رح تخليه ينعزل عن أهله، رح تخليه ينعزل عن رفقاته، رح تخليه يقصر بالدراسة، رح تخليه أدنى من مستوى رفقاته. فبنصح عن جد الأهالي إنه وقت الجوال يكون كتير قصير،
ما في داعي لانه الجوال نتركه بايد الطفل وخلص انه الطفل هو عم يشتغل لحاله. الجوال هو اللي عم يسبب هي ما هو عم يسبب هذا الشيء. نحن فينا نستغل هذا الشيء مثل ما عملك ببرامج، فيني مثلا انا وطفلي نفتح برامج تربويه نتفرج عليهم ساعده نلاقي حلول مثلا للمشاكل اللي كان هو عم يعاني منها بالدراسه، فينا نسجل انشطه نختصر كمان قصه انه الجوال ومن بعد عنها في انشطه للرسم، في انشطه للسباحه، في عنا كثير انشطه بيحسن الواحد يضوع وقته فيها. تماما. هلا بالنسبه للجوال يمكن لازم من مراحل مبكره، يعني مو انه انا خليه لحتى يتعود على الجوال ولحتى يكبر لمرحله معينه انه انا ما بقى فيني سيطر على هي القصه. خلينا نحكي شوي عن كيفية معالجة يعني الطلاب. يعني أنا اليوم اكتشفت ابني عنده مثلا بينسى، عنده صعوبات تعلم بين المدرسة وبين شخصنا هي الحالة، كيف نحن ممكن نعالج هذا الشيء ما بين الطبيب أو ما بين المدرسة وما بين الأهل؟ هلا ابني عم بينسى، فأنا لازم حاول معه بالبداية قبل ما اضطر لشوف أخصائي، أنا بحاول شوف شو النقاط الضعف اللي عم تخليه هو ينسى، هو ما عم يستوعب المعلومة من الأنسة بشكل منيح. برجع على البيت بحاول أنا أكون أنا وياه إيد بإيد بتعلم، يعني بحاول الشيء اللي ضعيف عنده قوي ما زبط معي بحاول مع أخصائي، بشوف أخصائية مرشدة تربوية لمجرد أني شوف مثلا شو نقاط الضعف كيف أنا بحسن قومها بحسن ساعده بهذا الشيء. فالأسرة والمجتمع بنرجع بنقول والأخصائي هن إيد بإيد لحتى يكون الطفل أحسن وأفضل منهم. أكيد. وخلينا نكون واقعيين، اليوم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة بتلاقي بعض الأهالي في حال طفلهم أثر بدراسته بيقولوا خلص نتركه المدرسة وندخله أي مهنة ممكن يمارسها، عنده موهبة معينة أيا كانت هي الموهبة رح تيكفي فيها، والطفل بتلاقيه خلص يعني هو صار ينفر من قصة المدرسة. قديش غلط نزرع هذا الشيء بعقول أطفالنا من الصغر؟ تمام. هلا هو اكبر غلط لانه خلص التعليم هو اساس اي شيء، نحن لازم نعطيه مجال. مثلا عم يتعلم الطفل وعم بنفس الوقت انا بحسن اعطيه نشاط ثاني اللي هو بيرغب اللي هو بحبه اللي هو مثلا بيرغب كثير انه يمارسه، بعطيه وقت للتعليم وبعطيه مجال لحتى يمارس هذا الشيء. اكون انا كمان هيك اعطيته التعليم واعطيته بنفس طريق مجال انه يكون ممارس المهنه اللي هو حاببها. تمام. خلينا هيك نقدم نصائح يعني بالنسبه للاهل للمدرسين لكيفيه التعامل يعني مع هذول والاهل بالدرجه الاولى. يعني خلينا نقول هلا الطفل اول شيء امانه بين ايديهم، لازم يحافظوا عليه، حمايته، دمجه بالمجتمع. وفينا ننصحهم انه التعليم هو اساس كل شيء، التقنيات مفيده كثير بس لازم يكون لها حدود بهذا الشيء، لازم نكون نحن محددين له مثلا اوقات معينه، ما بينعطى الولد الجوال كل الوقت مثل ما رجعنا وحكينا. تماما. بس هذا الجيل كثير يعني كثير بس صعب، لازم نكون كثير صارمين بهذا الشيء، لازم نكون بكل طيبة ولطف إنه نحاول نبعدهم عن هي الوسائل لو هي كتير مفيدة، بس لمرحلة معينة لو يوصل لمرحلة الجامعة بإمكانه يعتمد على نفسه وذاته، أما بالمراحل الأدنى من هيك ما لازم يستخدم هو الوسائل بمفرده. تمام. خلينا نرجع نحكي عن طرق الدراسة عند الأطفال. اليوم بتلاقي نسبة كبيرة من الأطفال بتنسى يلي درسته بعد يمكن فترة قليلة بتنسى هذا الشيء. طب خلينا نعطي اليوم هيك نصائح أو طرق لحتى الواحد يضل محافظ على المعلومات يضل يستذكرها، لأنه هذا الشيء ممكن يسبب مشكلة للأطفال اليوم بالامتحانات. بتلاقي سبب فشل اليوم بالتحصيل الدراسي هو أنه بعض الأطفال بيدرسوا كتير ولكن هنم بينسوا وقت الامتحان. هون أول شيء ما في تركيز بالدراسة، بتحسي الولد عم يحفظ 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 أنه أنا بس بدي أخلص بس بدي أنهي واجباتي وقوم. انت عود وتركن، هدي، خلي الام جنبه على طول، خلي امه بحده. تمام. على طول عدي انت وابنك تركني شوي، وتكرار المعلومه. تمام. كتير مفيد، تكرارها ل 21 مره بثبت المعلومه ما بقى ينساها الطفل. اي ما عم الا انا كرري كتير كتير مثلا، بس كوني هاديه معه لطيفه معه. تمام. فيك تستخدمي وسائل كتير بسيطه بتحسني تركزي المعلومه، فيك تعملي تجارب كتير بسيطه كمان كلها بتثبت المعلومات وبتحاول انه تكون افضل له.
تمام، يعني مثل ما ذكرتي من شوي حضرتك ركزتي اليوم على موضوع الجوال، ونحن عم نلاحظ يمكن أطفال لسه بالروضة أو لسه ما دخلوا مرحلة الروضة 3-4 سنين عم يتعلقوا بالجوال يعني بشكل كبير، هل هذا الشيء له علاقة كمان يعني بيؤدي لصعوبات تعلم عند الطفل؟ هلأ هو بتلاقي الطفل انطوائي كتير، منعزل كتير، بتكوني عم تحاكي للطفل هو مو معك أبدا، شارد بعالم تاني، شارد بعالم الجوال، بعالم الألعاب، تمام، بعالم الفيديوهات اللي عم يشاهدها، ما له معك ابدا. فلما بنبعد الطفل عن الجوال، في كثير اطفال كانت كثير معلقه بالجوال، ولما حاولنا انه مثلا نخفف نحن بتعاون مع الاهل انه خفف للطفل الجوال بقدر مثلا ربع ساعه لنص ساعه، يعني بصير مخه كله بهذا الجوال يعني. تمام، بيكون يعني كل وقته هو خلص انه عقله مع الجوال، عقله بالفيديوهات، عقله بالانشطه. أكيد بالختام ضيفتنا الأستاذة إيمان رشوان اختصاصية تربوية، بدنا نشكرك كثير وعلى كل المعلومة يلي قدمتي لنا إياها، وإن شاء الله يكونوا الكل الأهالي اللي تابعونا اليوم استفادوا. شكرا كثير، أهلا وسهلا.